أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى البرنامج أبيض وأسود. في هذا البرنامج نتحدث عن بعض صعوبات وأمنيات بالنسبة للهجرة إلى أوروبا. وسؤال برنامج اليوم هو: دول عربية أم هي بلاد ممر أم مقصد نهائي؟ ننتج حلقة اليوم في المدينة الإسكندرية التي تسمى الروز البحر لأنها بوابة إلى أوروبا تقليديا وحاليا. عدد كبير من اللاجئين اللي بدوا الرحلة إلى أوروبا يبدأون رحلتهم هنا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. ومعي الآن زميلي هيثم الساوي. أهلاً بك. شو أخبارك؟ مرحباً في الإسكندرية. مرحبتين. شوفي كونستانتين، زي ما أنت قلت بالضبط كده، هو التحدي الأساسي لما حد بيروح لبلد زي ما انت قلت في المقدمه ان هي بلد ممر، بس يلاقي ان نفس العادات نفس التقاليد نفس اللغه العربيه، ساعتها ممكن يحول البلد دي لبلد مقصد، يقول لك خلاص انا مش هروح اوروبا، انا لسه هروح المانيا اتعلم لغه المانيه، اتحط في سيستم جديد. بالظبط، صعبه جدا. وابدا ان انا اعمل كده ليه؟ طب ما انا خلاص بدات حياتي فعليا. زي ما انت ذكرت، احنا في عندنا كذا نموذج في المناظره. عندنا نموذج سوري ناجح قرر ان تبقى هي مصر هي المقصد بدل ما كانت قبل كده مرحلة انتقالية. وعندنا تاني حالات عندهم مشكلة لم الشمل زي ما انت عارف في القانون الألماني دلوقتي كعدد معين، عشان هم عايزين ان هم يبدأوا ان هم يبقوا موجودين في ألمانيا مع الأسر بتاعتهم. أوكي، موضوع مهم جدا سيناقش بعد قليل، بس أولا هناك تقرير. تحدثنا مع عائلة سورية تعيش هون بالإسكندرية وهذه هي قصتهم. أنا اسمي غروب فارس نمر البشوات، عندي 32 سنة. نحن جينا من سوريا 2/7/2013 بعد ما تعرضنا للقصف، طلعنا من سوريا على بيروت، من بيروت اجينا على مصر. كيف صحتك انت وكيف الشباب عندك الصبايا وخالتي والكل؟ الحمد لله كلنا بخير يا رب، الحمد لله نشكر الله. ما اسمي ربا فارس البشوات، عمري 23 سنة. كونه نحن ثلاث بنات في بلد غريبة، ما حنحس بالراحة لأنه ما في حدا معنا، يعني لا بابا لا ماما ولا الناس اللي بتقربنا. اسمي فاطمة فارس نمر البشوات، عمري 17 سنة. والمصاريف يعني شهري بابا بيقدر يبعث لنا، شهرين ما بيقدر يبعث، فنحن لازم هون نخفف مصاريف شان أجار البيت وتكاليف الكهرباء والمي وبحسم دراستي، لأني أنا عم أدرس ثانوي هلأ، فتكاليف الثانوي غالية كتير هون. ونرحب الآن بضيوف حلقة اليوم، غروب، روبا وفاطمة اللي شايفنا بالتقرير. ونرحب كمان بأستاذ خالد حسن نائب رئيس الجمعية المصرية للهجرة. أهلا بكم. أحلامكم هي الحياة بأوروبا بألمانيا بشكل خاص، لماذا؟ لأنه هلا نحن ما بيهمنا المكان بقدر ما يهمنا أنه نكون متجمعين نحن وأهلنا بمكان واحد. يعني بابا وأمي وأخواتي بألمانيا ونحن هون بمصر. هلا الأفضل أنه نحن نروح لعند بابا كرمال علاجه، لأن أخواتي بلشوا دراسة، يعني هذا اللي شايفينه مناسب. نحن هون بمصر يعني أنا وأخواتي لحالنا، ما في إلنا أي مستقبل، مو شايفين. يعني حاولنا إنه ما حاولنا، حاولنا ندرس بالجامعة ما كان في مجال، حاولنا ندور على شغل بس كمان ما يعني هون الظروف ما بتسمح. وغير هيك لما نكون مع عائلتنا غير الحياة حتكون، فعلشان هيك نحن عم نسعى إنه نتجمع بمكان واحد مع أهلنا مع بابا وأخواتي. بس بالذات الوقت كل شيء يختلف بألمانيا مقارنة بالحياة بمصر، يعني لغة، ثقافة، ناس، ومثلا بالنسبة للدين، يعني هناك نقاشات قوية جدا للحجاب بألمانيا بالوقت الحالي. صح. ما انت خايف انه لا ابدا، يعني نحن مثل لما طلعنا من سوريا جينا على مصر كمان كانت بالنسبة لنا هي بلد غريبة، وتأقلمنا معها الحمد لله، يعني قدرنا نتعايش. حتى نحن لما حنكون بألمانيا حنعيش تحت سقف واحد نحن وأهلنا، يعني ما عاد حيكون في خوف، حنشتغل حندرس، يعني حياة طبيعية، ما حنتجاوز أي حدود، يعني نحن اللي بدنا إياه بس نكون مع بعض، يعني أكثر من هيك لا، يعني ما بظن إنه طالبين أكثر من هالشي. طب يعني روبا وغروب وفاطمة زي ما كنستطيعين بيتكلم، العادات والتقاليد مختلفة فعلا. أنتوا بقالكم حوالي 5 سنين في مصر فهتبدأوا حياة جديدة،
وعندنا يعني لما نروح اكتر في المناظره بتاعتنا هنشوف قصص نجاح اكتر، عارفوا ان هم يتعاملوا اكتر وينجحوا في المجتمع المصري. تمام، هل انت شايفه فكره ان توقعاتك ايه لما تسافري المانيا؟ هل الناس اللي هناك واللاجئين اللي هناك والمهاجرين اللي هناك شايفين ان الحياه مستقيمه وفقا للتوقعات ولا اختلفت؟ نحن اول ما جينا يعني هلا بمصر كثير ناس عم تسالني انه انت ليش ما عم تشتغلي، فانا عم اقول لهم يعني عم نستنى لمشمل، عدم الاستقرار ما بيعطي راحه، انا ماني مستقره. يعني احيانا بابا بيقول ان شاء الله شهر شهرين تكونوا عندي بالمانيا حنجتمع مع بعض، يعني نحن مثل ما تقول ركزنا على محور انه نكون مع بعض، ما عاد فكرنا بالجوانب الثانيه. بس كمان في تفكير، في قلق بهالموضوع، في خوف من انه بدايه خطوه جديده يعني، وحنتعلم اللغه. حتى اختي بتقلي يعني انا من زمان تاركه الدراسه بدي اتعلم لغه جديده او شيء، فانا بقول لها يعني في ناس كتير راحت قبلنا وجربت وتعايشت مع الوضع وتعلمت يعني. طب خليني اسال سؤال بس للثلاثه كونستانتين، زي ما احنا كنا بنتكلم في المقدمه، بعد كده نرجع للدكتور خالد، انت بتتعاملي مع مصر ان هي محطه ولا بلد نهائيه كمقصد نهائي تعيشي فيه؟ لا محطه طبعا. محطه، ممكن محطة ممكن أعيش فيها بعدين كمان، يمكن محطة أو ممكن نستقر فيها ولا قدام لسه. دكتور خالد، خلينا نروح هنا بقى لفكرة التعامل دلوقتي مع بلاد الممر ومنها مصر ودول تانية. التعامل أكتر دلوقتي بقى إن في ناس راحة على أساس إنها تبقى موجودة بعد كده بتتحرك بعد كده لأوروبا، كم عدد الناس اللي فضلت موجودة في مصر وليه شافوا إن مصر ممكن توافي احتياجاتهم كمهاجرين؟ بالنسبة للاجئين السوريين بصفة أساسية. بالضبط. بص حضرتك، هو من بعد 2013 بدأت موجة كبيرة جدا من اللاجئين السوريين تخرج بره سوريا نظرا للأوضاع الأمنية والسياسية والحروب الموجودة، خرجت على الدول المجاورة ليها، في البعض راح لتركيا، البعض راح للأردن، للبنان، وكان نصيب مصر من هذه الهجرة مجموعة اللي مشمولين برعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة حوالي 135,000. لكن ما قدرش تعداد دقيق لأعداد اللاجئين، ولكن الدراسات 320,000، 330,000، 320,000 ده الإجمالي الكلي. لو بصينا على هؤلاء الأشخاص اللي جم مصر، في بعضهم جه بغرض الإقامة الدائمة، وبعضهم جه محطة ترانزيت يخرج منها إلى أوروبا، سواء كان الليجال ميجريشن أو بشكل لم الشمل للأسر، أفراد منهم هاجروا قبل كده أو في حالة اللجوء خرجوا لأوروبا لأي دولة في أوروبا مش ألمانيا بس. وبالتالي الأشخاص اللي هم ليهم صفة الاستمرارية بتعتمد على ثلاث حاجات. خلينا نقول إن ألمانيا شالت المسؤولية كاملة، يعني أنا بتكلم كدولة كبيرة دولة في أوروبا، ألمانيا شالت المسؤولية كاملة. أنا بتكلم حوالي، مش عايز أقطع حضرتك، حوالي بنتكلم حوالي 700,000 سوري وفق لآخر تعداد، ونتكلم إن الجالية السورية هي الجالية رقم 3 بعد تركيا وبعد بولندا في ألمانيا إلى حد ما، فألمانيا شالت المسؤولية. هو حوالي 1,000,000 لاجئ سوري راحوا من 2013 لأوروبا بصفة عامة، اتوزعوا في دول كتير، كان حصة ألمانيا من هذه الأعداد هي الحصة الأكبر نوعا ما. ولكن لو بصينا على دول تانية، لا مثلا دولة زي الأردن دولة ضعيفة اقتصاديا، فيها أكثر من 1.5 مليون، يعني بيروت لبنان فيها نص السكان، يعني 6 مليون منهم 2 مليون دلوقتي السوريين. بس يعني بنتكلم في الأردن عشان المخيم الزعتري، وبنتكلم عن المخيمات، وبنتكلم الوضع مختلف، وأوضاع اقتصادية بتاعت هذه الدول أضعف كثيرا من اللي تستوعب لاجئين بصرف النظر مقارنة بألمانيا بصفة عامة. ولكن اللي يرجع لمصر، اللاجئين السوريين اللي لهم صفة الاستدامة بيعتمد على ثلاث حاجات. أولا اللي هو يكون ليه نيتورك، شبكة نيتورك علاقات، أنت عارف العلاقات ما بين مصر وسوريا في علاقات نسب وصهر وحاجات زي كده من قديم الأزل، وكان في وحدة قبل كده ما بين مصر وسوريا من 58 ل 61 نمت أسر مشتركة. فاللي ليهم أقارب سوريين متجوزين وعايشين في مصر من فترة طويلة أو قريبة بيجوا عليهم وبيحاولوا هم يأملوا لهم سبل المعيشة، وبالتالي نوع الاستقرار. النوع التالي اللي هو جاي عام مدخرات فردية أو أسرية بتساعده على إل ويبدأ مشروعه الخاص ويندمج في المجتمع. وأعتقد في منطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة في أمثلة كتيرة لهذه الأشخاص. النوع الثالث اللي هو المهني، اللي هو في إيده مهنة كويسة ممكن توفره حياة كريمة هنا. غير كده غالبية المهاجرين من الشباب اللي هم في سن الدراسة دولك عادة عندهم النزعة زي أي شباب، زي شباب في مصر اللي هم التوجه إلى أوروبا بشكل أساسي، يا إما بقى من خلال الهجرة غير شرعية أو من خلال لم الشمل مع طب عندي سؤال يا دكتور،
كنت بكلم فيه انا وقسطنطين قبل الحلقه، هل ظاهره اللجوء او الهجره لاوروبا بعد كده عوده مره تاني للوطن العربي ممكن نقول ان هي بقت ظاهره ولا لسه ما راحتش بقت ظاهره؟ خلينا نشوف القوانين الالمانيه بتقول ايه في هذا الموضوع. القوانين الالمانيه دلوقتي بتدي اللاجئ اللي هو جاي من سوريا الحمايه السنويه. يعني ايه الحمايه السنويه؟ يعني هنديك اقامه مؤقته الى ان تتحسن الظروف في بلدك الاصليه ثم ترجع لها، وبالتالي بيدول الاول اقامه لمده سنه، وبعد كده اذا لم تتحسن الاحوال بيمدوله لسنتين تانيين. اما اذا استقر في المانيا لمده 5 سنوات متواصله بياخد حق الاقامه الدائمه بمرتك بشروط وبعض الشروط، ان يكون له عمل دائم ومستديم يوفر دخل يوفر حياه كريمه ليه وللاشخاص اللي عايز يلم شملهم ايضا. يعني هنا بقى قانون لم شمل قسطنطين، قانون لم شمل العدد دلوقتي بقى حوالي 1000 كل شهر صح؟ صح. تعديل القانون الجديد يغير الوضع الان، لانه يعني هناك خوف في المانيا ان كل عائله سوريه يعني تاتي اشخاص كثير من الشرق الاوسط الى المانيا، فهذا ستغير كمان في المستقبل القريب. بالزبط. مره ثانيه هو في المانيا كان في قانون لم شمل الموجود وده توقف العمل به في مايو 2015 وصدر في مارس 2018 قانون جديد لم شمل الأسر اللي ليها حماية سنوية بشروط معينة، وتم الموافقة عليه من المجلس النواب الألماني وبدأ التطبيق في 1 أغسطس، ومتوقع اللي هو ماكسيمم حد أقصى 1000 فرد مش عارف أسرة 1000 فرد كل شهر، كل شهر بمعنى 5 يعني اللي فرد من 2018 معينة. يبقى 5000. طيب. اللي هو لو الألف اللي جايين في الشهر الجاي أو بعد اللي جاي أنتم ما كنتوش وسطهم وما عرفتوش يحصل لم شمل مع الأسرة في ألمانيا، إيه الخطط البديلة اللي موجودة في مصر؟ هل بعد كده هتنتقل مصر للمحطة النهائية ولا هتبقى لسه موجودة؟ عايز أسمع من فاطمة أصغر واحدة 17 سنة صح؟ بصراحة ما كتير يعني نحن حاطين أمل إنه تكون محطة أساسية أو نبقى فيها على طول. يعني نحن هلأ كل هدفنا طلعتنا برا مصر، يعني أخذ شي مشان تعليمي وتعليم أختي اللي وقف أكثر شي، فيمكن مصر ما نشوفها محطة استقرار لبعد أكثر من سنة أو سنتين، يعني لأن نتأكد إنه ما في لم شمل خالص، نتأكد إنه بتضل مصر محطة استقرار، أما غير هيك لا. بس نحن كألمان نسأل حالي دائما لماذا ألمانيا محطة نهائي ومقص نهائي بالنسبة لأغلبية اللاجئين من الدول العربية، ما هي الأسباب؟ يعني أسباب مالية، أسباب ثقافية، أنا ما بعرفك، أنا ما بفهم لماذا ألمانيا خاصة هو البلد يعني بالمشهر وبيعني اللي بده اللاجئين بيروحوا يعني. ما هي أسباب معين؟ لا هي ما أنا محطة نهائية يعني بس نحن عن نفسنا يعني نحن الثلاثة شايفين المكان الأهل دائماً هن الأمان. أستاذ خالد حسن، هل هناك أي مساعدة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا بشكل خاص لمساعدة الوضع اللاجئين هون؟ بص حضرتك، هو طبعاً في المعونات اللي بتقدم للدول منطقة شمال البحر المتوسط، بس الغرض منها هو أساس منع الهجرة غير الشرعية من خلال المراكب. أما الأوضاع اللي قدامنا ورغم تعاطف التام مع البلاد الثلاثة، يعني أنا أكبر منهم سنة كتير، لكن عايز أكد على حاجة معينة بس في الأول، أن الحكومة المصرية في تعاملها مع اللاجئين السوريين لم تألو جهدا إلا توفر لهم أكبر سبل الرعاية الممكنة، زيهم زي المصريين بالضبط. يعني السوريين دلوقتي لهم الحق في دخول المدارس الحكومية، الرعاية الصحية للأطفال، التطعيمات مجانا، التعليم مجانا حتى المرحلة الثانوية، وفي نفس الوقت الرعاية الصحية في المراكز الطبية للكبار بالأسعار الرمزية المتاحة، زيهم زي المصريين بالضبط. قد يقول بعض السوريين شايفين أن مستوى الخدمات المقدم لا يرتقي لطموحاتهم، ولكن ده هو المتاح بالنسبة لأبناء البلد أيضا معهم في نفس الشكل. فبالتالي هي نقطة فرص التعليم هي متاحة للي جاي، اللي ما معهوش فلوس زيه زي المصري بالظبط. اما اللي معاه فلوس اللي جاي معاه مدخراته فممكن بيدخل، اعرف ناس دخلت مدارس خاصه، ناس قدمت لاولادها في مدارس انترناشونال، كلها على حسب قدر مدخراته الشخصيه وزيه زي اي مصري في هذا المجال. اما المانيا ممكن تعمل ايه بالنسبه للموضوع دوت؟ موضوع لم الشمل يعني بالنسبه لهم، هو القانون الجديد حط بعض الشروط للاستقدام او لم الشمل. اولا الفرد طبعا يكون حصل على عمل
دائم مستقر يوفر له دخل ثابت يعول ويعول من يرغب في لم الشمل بتاعه أن يقول تعلم اللغة الألمانية. لا 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 المانيا احنا عارفينها دوله من الدول المعتزه جدا بلغتها، واللي حتى مع اللغه الانجليزيه لوحدها ممكن يلاقي صعوبه جدا في المعيشه هناك. غير المهاجر او اللاجئ السوري لما يجي مصر اللغه واحده، الديانه واحده، الحجاب موجود على الدلع وعلى الدوم، فالظروف الثقافيه والاجتماعيه تقريبا متشابهه. المانيا شيء مختلف تماما. وعايزين نقول بردك وجود اللاجئين بمحتواهم الثقافي اللي جايبين من منطقه الشرق الاوسط بيراقي عدم قبول من بعض الجهات في المانيا. هل دور حضراتكم او دور الجمعيات المشابهه دوره كان زي الاول من 2013؟ لا طبعا ده سؤال. ولا الدور قل شويه؟ يعني احنا مثلا رصدنا مع بعض عدد من الاتحادات اللي موجوده في اسكندريه وبنشوف هي بتقدم خدمات عامله زي للسوريين، صح كده؟ زرنا احد المشاريع لمساعده اللاجئين وعليكم التقرير التالي. أنا اسمي حسام الدمرداش، بشتغل في جمعية الوفاء ضمن فريق العمل الموجود هنا، وعضو مجلس إدارة في جمعية بإيدينا نبني بلدنا، ومتطوع في أكتر من جمعية في اسكندرية. إحنا في جمعية الوفاء بدأنا في 89 اشتغلنا مع الإعاقة، ولكن بعد ظروف الثورة واللاجئين السوريين اللي جم هنا في اسكندرية اتجه شغل التنمية بتاعنا للأطفال اللاجئين شوية. اشتغلنا مع أكثر من منظمة بلان انترناشنال، واشتغلنا مع منظمة اليونيسيف، وكان الهدف الرئيسي ان احنا نعمل دمج وتعايش ما بين الأسر المصرية والأسر السورية. أستاذ خالد حسن، الحكومة الألمانية ما هي مسؤوليتها بالنسبة للم شمل من جهتك؟ وقد يكون هو الطلب صعب شوية، هو تسهيل إجراءات لم شمل بالنسبة للاجئين ذو الحماية السنوية، لأن الإجراءات المطلوبة دلوقتي معقدة جدا، ولا يمكن أن تتحقق لفرد في خلال سنة اللي يتعلم لغة واللي يوجد على شغل مؤمل له دخل كبير. وفي نفس الوقت النقطة الأهم كمان عندهم هي الاندماج في المجتمع الألماني، دي إحدى الشروط. وبعدين هو القانون الجديد مش هياخد ورق وخلاص، لا انت بتدرس كل حالة كيس باي كيس، حالة بحالة، وعندما يتأكدوا أن هذا الفرد قادر على إعالة الأفراد اللي طالب لم شملهم بيدولوا تصريح بذلك. عشان كده هم حطوا العدد بـ1000 شهريا، لأن الدراسات دي بتاخد وقت طويل وبتاخد فترة زمنية كبيرة. فأنا بس هو كل القضية أقول أطلبه من الحكومة الألمانية اللي هو تسهيل الإجراءات خصوصا بالنسبة للأفراد اللي هم بقى لهم فترة زمنية بعاد عن أهلهم. يا دكتور مش دفاعا خالص عن الحكومة الألمانية، بس ازاي يسهل اجراءات وبعد كده يحصل شكاوى من خدمات؟ هي دي النقطة. يعني هو ممكن التوازن. يبقى المانيا شايفه ان هي انا اخر واحد هتكلم، المانيا شايفه ولا مش شايفه؟ بس ممكن قسطنطين يصلح لي. بس هنا ممكن ياخد اعداد كبيره وبعد كده الناس تشتكي من فكره ان الخدمات مش موجوده. يعني انتوا ممكن تروحوا كلكم انتوا ثلاثه بعد كده تشتكوا ان التوزيع غلط، ان مفيش اندماج، ان حصل توزيع في مناطق فيها اكتر المان، مفيش اي نوع من انواع ممارسه اللغه سواء العربيه او تدريب على اللغه الانجليزيه او تدريب على اللغه الالمانيه. هو ده السؤال. هو سؤال يا ربا، هل انت مستعده للتحدي ده؟ يعني انت ممكن تروحي في منطقه بعد كده تواجهي فكره ان المانيا غير جاهزه لاحتضاننا؟ سؤال صريح. ممكن، لانه نحن يعني الانسان لما بيكون محطوط قدام خيارات، هي الخيارين صعبين، الخيارين حيكونوا صعبين. بس لما يكون انت بالمكان اللي حاسس حالك حتكون مرتاح فيه، ممكن انت تتحمل اكثر. يعني لانه موضوع لم شمل موضوع مهم جدا، تحدثنا للبرنامج مع خبير في هذا وفي الاطار القانوني بكل دقه بالمانيا، فهذا تقرير. يجب أولاً التمييز بين حق اللجوء والحماية الداعمة لفهم التغييرات في إجراءات اللجوء وكيفية التقدم بطلب لم شمل الأسرة. المستفيدون من الحماية الداعمة هم أولئك الذين يتعرضون لاضطهاد جماعي. مثال على ذلك السوريون بسبب الحرب الأهلية في بلدهم. هذا يعني أن الجميع يعانون من نفس المشكلة. اللاجئون المعترف بهم هم أولئك الذين يواجهون تهديداً فردياً بسبب موقفهم السياسي أو جنسيتهم أو دينهم. في الماضي كان بإمكان اللاجئين المعترف بهم لم شمل الأسرة بدون تعقيدات كبيرة، وهذا لم يكن ينطبق على المستفيدين من الحماية الداعمة.
بالنسبة لهؤلاء كان هذه الإمكانية مجمدة فعلياً حتى بداية عام 2018، إذ توجب صياغة قواعد جديدة، ثم تمت صياغتها في 1 أغسطس 2018، بحيث أصبح كذلك بإمكان المستفيدين من الحماية الداعمة لم شمل أسرهم على أن يقتصر هذا على 1000 شخص شهرياً في جميع أنحاء البلاد. مشكلة المصريين هي أنهم لا يندرجون أو بالكاد يندرجون ضمن أي فئة من فئات اللجوء. إحدى المشاكل الشائعة خلال تجربة العملية هي أنه نظراً لحقيقة أن مصر ليست حالياً دولة لجوء نموذجية، فإن بعض موكلي يختلقون قصة ما، ومن ثم فإن إثبات هذه القصة وجعلها منطقية في نظر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين المسؤول عن فحص هذا الطلب أو أمام القاضي لاحقاً أمر صعب للغاية، وعادة ما يتم رفض الطلب ولا يحق للشخص لم شمل الأسرة، ناهيك عن الاعتراف له بحق اللجوء. اليوم نناقش صعوبات بالنسبة للهجرة إلى أوروبا، ما يغير يعني الفكرة؟ إنه النقاش هذا بغير فكرتي إنه أنا أروح على صعوبات أوروبا. يعني بنتكلم على العادات التقاليد، بنتكلم على لغة، بنتكلم إنه مش كل الحاجات جاهزة هناك حالياً، بنتكلم عادات كبيرة. هل ده هيغير شيء ولا الأخبار اللي بتقريه؟ لأنه نفس الصعوبات أنا عم عيشها، فأنا هون عم أحاول أتحرك وهنيك بدي أحاول أتحرك. أنا ما رح أنا هون ماني قاعدة لحتى أروح على ألمانيا أقعد، بس في فرق، أنا هون عم أتحرك لحالي، هنيك بعرف يعني برجع أقول إنه أهلي هنيك خلاص في راحة، يعني في استقرار، حتحس إنه نحنا أنا وأهلي مستقرين بهالمكان، ما كلياتنا ما تأقلمنا، سحبنا حالنا ورجعنا على سوريا أو ممكن نرجع على مصر، بس كلنا مع بعض. يعني هلا انا اخواتي الصغار بلشوا كلهم تعلموا اللغه الحمد لله وعم يدرسوا، وبابا بلش بعلاجه، ممكن نستنى نحن لحتى هن يوصلوا لحد تعيين معين وبابا يخلص علاجه على خير ان شاء الله ممكن نرجع على مصر. هل دي طبيعتنا كلنا بما فيهم انا كعرب، فكره ان احنا في منتصف العشرينات او داخلين بعد كده في سن اكبر ولسه عايزين نبقى متعلقين بالاب والام؟ انا بتكلم عليك وبتكلم عن نفسي كمان. هل دي طبيعتنا اكتر ولا المفروض ان خلاص احنا ناس كبار وبنبدأ ناخد حياتنا بمستقر؟ يعني افترض ان مثلا غروب لقت مشروع نجح في اسكندرية ونجحت في شغل، نجحت في شراكة، نجحت في اي حاجة، هل هي لازم تبقى مرتبطة تبقى موجودة هناك وتروح المانيا برضو ولا ايه؟ لا بروح انا، ما لازم ضل مع اهلي، لازم تبقى مهما حصل. هنا بقى هنتكلم، بس خلينا كونستانتين الاول نروح للشارع الاسكندرية وخدنا استطلاع رأي من مجموعة من السوريين. انا موجود في مصر بشكل مؤقت عشان لو جات لي فرصة شرعية للسفر لدول برا هوافق فيها اكيد. عشان اول فرصه رح تسمح لي اني اطلع على اي دوله اوروبيه رح اطلع، ما رح اقول لا. السبب طبعا الاول انه انا حاسه انه هناك يمكن يكون في امان اكثر. وضعي هنا مش كويس جدا من ناحيه التعليم، من ناحيه الماده، من ناحيه الامور التعليميه، من ناحيه الثقافه. موجود في شكل مؤقت عشان مفيش مستقبل هنا. يعني كاستقرار في مصر مش دائم طبعا، عشان انا لو جات لي فرصه اسافر اي بلد اوروبيه طبعا مش هقول لا ولا ارفض. والسبب انه انا مش مرتاح وعايز اامن مستقبلي هنا، طبعا مش شايف حاجه لقدام ولا اي حاجه، وانا عن نفسي عايز اامن مستقبلي كشاب. انا شايف اوروبا هي ارض الاحلام، وهي بالنسبة لي يعني الأمل الكبير لي ولأولادي من بعدي، يعني مش ليا بس، لي ولأولادي من بعدي كمان. هلا أوروبا فيها ميزات، يعني أكيد أحسن من هون، إنه أقل شيء إذا رحت لهنيك بقدر إنه أجار بيتي مأمن، أولادي ممكن لو لقوا شغل حيكون الدخل المادي تبعهم أحسن، فرص التعليم أحسن من هون كمان. هي أرض الأحلام إن هي ممكن توفر لي التعليم. لا بالنسبة لي إنها أرض الأحلام إلي ولأولادي. هي هتبقى أرض الأحلام، يعني أرض الأحلام يعني معروفة، كل اللي بيسافر هناك بيوصل. ده كان آراء الشارع، كان الرأي الميداني، كان الاستطلاع الميداني. كونستانتين هنروح أكتر لاستطلاع بلاك أند وايت على مواقع التواصل الاجتماعي. صح، عندنا كمان أرقام إحصائية تقدمها زميلتي ابتهال ولتخبرنا بها. الآن إلى زميلتي ابتهال تنتظر هون. أهلا كونستانتين. أهلا أهلا بك. ما هي نتائج استطلاع الرأي؟ اوكي، زي ما احنا عارفين ان احنا بدأنا على السوشيال ميديا بتاعتنا
نطلع للناس أسئلة أو استطلاعات رأي عشان نعرف إحصائيات أحسن شوية وأدق شوية عن الهجرة وعن مواضيع حلقتنا. المرة دي إحنا سألنا الناس من وجهة نظرك ما هي أفضل وجهة للعرب اللي تأذت بلدهم جراء الحروب، وكانت الإجابات جات لنا من 5300 مشارك. مفروض أنه من الناس اللي جاوبت الإجابة البيضة أو أن هم بيقولوا نروح لأوروبا كانت 57%، أما من الناس اللي جاوبت أنه الأفضل أنه هم يروحوا لبلد عربي شقيق كانت 43%، فالنسبة الأكبر للناس اللي بتقول أو بتشجع الذهاب إلى أوروبا يعني. وعشان برضو نكون أدق شوية حبينا نعرف قد إيه معدل الأعمار اللي شاركت في الاستبيان بتاعنا. مفروض أنه تحت 30 سنة جاوبنا 45%، وبين 30 و 40 سنة جاوبنا 40%، أما فوق ال 40 سنة كان معدلها 15% من ضمن كل الإجابات بتاعتنا. برضو كمان قدرنا نوصل الاستبيان بتاعنا وجاوب عليه 77% من مصريين، أما 23% فهي من جنسيات تانية، وطبعا اللي كانت معنية بموضوع الحلقة زي الجنسيات السورية والعراقية، وكمان في ألمان كتير جاوبونا على الاستبيان. برضو كان معدل السيدات زيادة شوية في الإجابات، كانت 52% إجابات من سيدات، أما 48% فهي إجابات من رجال. وعلشان نقدر نفهم الأسباب اللي وراء الأرقام اللي احنا بنطلعها، احنا بنسأل الناس ليه بتختاروا الأبيض أو ليه بتختاروا الأسود. فمن الإجابات اللي جت وبتشجع الذهاب إلى أوروبا كان حد بيقول بما أن الإنسان بكل الأحوال مجبور أنه يترك بلده وفي كل الأحوال هيلجأ للعيشة في بلد تانية، فأنه بيكون أفضل لو يسعى لنمط حياة أحسن وليس هناك أفضل من أوروبا، لأن البلاد العربية غرقانة في مشاكلها وهتكون البداية الجديدة فيها صعبة جدا. أما من الناس اللي جاوبوا إجابة باللون الأسود أو إن هم بيشوفوا إن هم ضد الهجرة وعايزين إن الناس تروح بلد عربي شقيق، فبيقولوا إنه من الأفضل للعرب إن هم ينتقلوا لبلاد تحتويهم وتفهمهم وتفهم المعاناة اللي هم فيها. وتقريبا اللي جاوبنا كان شخص من ألمانيا، فبيقول إنه نحن لا نرفض وجود أجانب بألمانيا، ولكن نرفض أن يكون هذا على حساب حقوقنا في وطننا، وحين يزداد الأمر عن حده ينقلب لضده. احنا حابين نشكر كل الناس اللي شاركت معنا في الاستبيان ده. احنا هنعمل كل حلقه باسئله مختلفه بتشوف الهجره من وجهه نظر جديده ومن انجل مختلفه. عايزين نقول برضو للناس اللي حابين يكونوا معنا في الحلقات الجايه يقدروا يكونوا جمهور عن طريق ان هم يبعتوا ايميل عن طريق audience@blackwhite.tv، او يكونوا من الضيوف بتوعنا اللي بيناقشوا في الديبيت بشكل اساسي على ايميل guest@blackwhite.tv. ابتهاء شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. والآن نعرف الأرقام الإحصائية حول الإجراء إلى أوروبا، وإليكم الآن بعض أصوات من الشارع الألمانية حول هذا الموضوع. أولا ينبغي تعلم اللغة الألمانية بجدية إذا كانوا يريدون العيش هنا، وهذا يعتبر الشرط الأهم للتكيف مع القوانين الألمانية، وعليهم عدم التصرف كالمبتدئين أو شتمنا نحن النساء الألمانيات في الشوارع. أرى أنه إذا كان لديهم عمل وكل شيء هنا وتصرفوا بصواب فيمكنهم البقاء هنا، ولكن عدا ذلك يجب إرجاع الباقين إلى بلدهم. بما إنهم موجودون هنا بالفعل فلماذا يجب إرجاعهم؟ لدينا عمل كثير هنا ويمكنهم المساعدة. أرى أنه يجب الاستمرار في دعم العرب الذين يعيشون معنا قدر الإمكان، مثلاً بتقديم دورات اللغة الألمانية والمساعدة في البحث عن عمل. علينا أن نواصل بذل كل ما في وسعنا لدعمهم حتى يتسنى لهم الاندماج بشكل أفضل في مجتمعنا، وحتى يشعروا بالراحة ويشعروا بارتباطهم بنا في برلين وأنهم ينتمون حقاً إلى هنا. غالباً ما ترى أن هؤلاء الناس يسكنون في منازل معزولة أو في مناطق حاوية السكن هذه، شيء مؤسف، لأنه من الناحية النظرية يمكن دمجهم بشكل أفضل كإيوائهم في المدارس على سبيل المثال. لقد تم مثلاً استخدام مدرستي، تم استخدام قاعة الرياضة كسكن للاجئين، لكن لم ألاحظ وجود ولو عدد قليل من اللاجئين. هذا مؤسف بالفعل، لأنني مهتم بالأحداث التاريخية، كان يمكن الاهتمام أكثر بعض الشيء بهذا الموضوع.
لأن الكثيرين تعاملوا بشكل سطحي فيما يتعلق بمسألة اللاجئين. من يرغبون في العمل هنا ومن يتعلمون اللغة الألمانية أيضاً يمكنهم البقاء هنا بكل ترحيب. أعتقد أن كل الأشخاص العرب الموجودين في ألمانيا يمكنهم البقاء هنا. أنا منفتح على جميع الثقافات، وأعتقد إنه إثراء لألمانيا أيضاً. المسؤولية التي تقع على عاتق ألمانيا هي أن نقدم أكبر قدر ممكن من الدعم، وأن نرحب بهم أيضاً، وأن نقف إلى جانبهم عندما يحتاجون المساعدة. أعتقد أن الناس من العالم العربي الموجودين هنا يتم التحقق من وضعهم، وإذا سمح لهم بالبقاء فإنهم هنا لأسباب مبررة، لكن النظرة العامة للمواطنين هي في الواقع مختلفة، إذ يعتقد بأن الكثير من اللاجئين أتوا لأسباب اقتصادية، ونحن نتعجب من أن العديد من الشبان يأتون بدون عائلات، وهنا يجب الترحيل بصرامة أكثر، أو حبسهم مباشرة، أو اتخاذ إجراءات أخرى. هذه هي أرقام إحصائية وأصوات من الشارع الألماني. كان مهم جداً نعرف الأصوات اللي موجودة في الشارع الألماني زي ما عرفنا الأصوات اللي موجودة في إسكندرية. شو راح يصير إذا يفشل لم شمل مع أهلك؟ راح نضلنا نحاول نحن ونحاول ونحاول لحتى يعني إن شاء الله الله بيسر ونجتمع نحن وأهالينا. قالت لك فاطمة قبل شوي إنه معنا مدى سنتين نحن حاطينهم إنه راح نحاول فيهم إن شاء الله. فإذا ما مشي الحال وقتها ممكن أهلي يرجعوا ما بنعرف يعني هالجواب ما فيني جاوبك عليه كامل، يعني هالسؤال ما فيني جاوبك عليه جواب كامل. يعني هو عدم الاستقرار هاد نفسه، هاد السؤال هو اللي بيبين لك عدم استقرارنا، اللي عدم الراحة، نحن ما بنعرف شو بدنا نعمل. أستاذ خالد حسن، مصر في قلب منطقة يعني ما كثير من الصعوبات، ليبيا واليمن وسوريا وهيك هيك، ما هي مسؤولية مصر بهذا المنطقة بالنسبة للهجرة؟ بص حضرتك، هو احنا بنعتبر مصر او بنزورها المنطقة العربية كلها على انها الاخت الاكبر، دائما تستوعب المهاجرين او اللاجئين طبقا للظروف الانسانية او الظروف السياسية او الحروب. فمصر مفتوحة لكل الاخوة العرب سواء كانت الظروف بتاعتهم جيدة او سيئة. موضوع استقبال اللاجئين في مصر مختلف شوية عن مسيره في بعض الدول، يعني مثلا لو بصينا لتركيا غير مسموح للاجئين الدخول جوه المدن، يعني بيتم تجمعهم في معسكرات للإيواء على الحدود وتقديم خدمات، الحد المينيمم او الحد الادنى من الخدمات بتقدم ليهم. في مصر هنا ليس عندنا معسكرات لإيواء اللاجئين، وده وفقت اتفاقية الهجرة اللي كانت موجودة اطلاقا، يعني انت تخش دلوقتي في اي مكان هتلاقي البيت من دولك فيه شقة مصري شقة سوري، فأي ممكن تلاقي واحد عراقي يمني قصده. فالاندماج واللي بيسهل عملية الاندماج توافق اللغة، توافق الديانة، توافق العادات والتقاليد ما بين الشعوب العربية كلها مع بعضها، ده بيسهل الإقامة والتأقلم في الدول العربية، مش في مصر بس، في أي دولة عربية أخرى. بس هناك ضغط إضافية بالتأكيد، هناك ضغوط اقتصادية كبيرة جدا جدا على المرافق والخدمات نتيجة تزايد الأعداد. وكان الرئيس في فقرة لي أعلن اللي فيه في مصر حوالي 5 مليون مهاجر ولاجئ موجودين في مصر، تقريبا 5% من السكان غير مصريين. دول كلهم بيتمتعوا، غالبيتهم اللي هم العرب بيتمتعوا بالخدمات الصحيه والخدمات التعليميه في المدارس الحكوميه، على الرغم من تدني مستوى هذه الخدمات، ولكن لا هي المتاحه في الوقت الحالي في ظل الظروف الاقتصاديه الموجوده هي المتاحه للمصريين، وبالتالي بالمتاحه للاخوه العرب سواء كانوا جايين من اي دوله ما. هو ده قسطنطين الهدف الاساسي كمان لاختيار مواضيع بلاك اند وايت، ان في محاور تلفزيوني الماني ومحاور تلفزيوني مصري لاهميه المانيا في اوروبا واهميه مصر كبلد ممر او مقصد، وده اللي هنتعرف عليه اكتر. دكتور خالد حسن نائب رئيس الجمعيه المصريه لدراسه الهجره، بنشكر حضرتك جدا على وجودك معانا. هنكمل معاكم بس هينضم لينا قصه نجاح سوريه موجوده في الاسكندريه. خلينا في الاول نروح لتقرير عن خيرو اللي جه الاسكندريه وهو معاه 200 يورو بس، ودلوقتي بقى عنده عدد من الاستثمارات في الاسكندرية. شكرا جزيلا لكم.
أنا اسمي محمد خير عماد الرفاعي، سوري الجنسية، مقيم حالياً بالإسكندرية بمصر. وصلت مصر يوم 8/11/2012 بعد الأزمة السورية. البداية كانت عبارة عن مراية وكرسي ومحل صغير، قدرت تشكل منه صالون حلاقة بسيط جداً، بس الحمد لله بعد الجهد والتعب والتخطيط والإصرار قدرت أوصل هذا الصالون المتواضع لسلسلة صالونات تجميل رجالي رائدة بالمجال على مستوى الإسكندرية وعلامة من علامات التجميل اليوم الحمد لله بإسكندرية. بالنسبة للعمالة أنا ما بفرق ما بين السوري والمصري بالعمالة، لأنه كلياتنا عنا الجهد وعنا الخبرة بالمجال، فسلسلة الصالونات متاحة لجميع الجنسيات سواء سوري أو مصري. تمام، أكيد أنا ضد الهجرة لأوروبا، ضد لعدة أسباب. إنه لو هحكي لك باختصار تجربة سريعة، أول ما بدأت خالص كان التيم ورك اللي شغال معايا كله سوريين. أول ما فتحوا باب الهجرة كله طلع على أوروبا. اليوم بعد سنة أو اثنين أو ثلاثة لما بحكي معهم بيقولوا لي إنه هن ما لقوا نفسهم، ما عرفوا يختصوا بكارير معين لحتى يقدروا ينجحوا فيه أو يثبتوا نفسهم. بينما الحمد لله اليوم وضعي حاليا بمصر بيتطور، وكل يوم عن يوم بتطور بالمجال اللي أنا فيه، وبإذن الله الطموح كتير كبير. ومعنا الآن محمد خيرو، أهلا بك. أهلا وسهلا. هذه قصة نجاح مميزة، كيف بدأت هذه القصة؟ هاي القصة بدأت تقريبا بال 2012. تمام، أول ما وصلت على اسكندرية بدأت بوحدك. إنه كيف بوحدك؟ جيت لوحدي. أول ما جيت لوحدي لأنه أنت بتعرف الأحداث اللي تعرضت لها سوريا بالفترة الأخيرة، يعني فبدأت سوريا تتحول لأنه هي بيئة مثلاً مش قادر الشباب مثلاً يقدر ينمي طموحاته فيها، يعني خصوصاً أن أنا كنت لسه بأول عمري، يعني كان عندي 17 سنة ساعتها. تمام، فبسبب الأزمة السورية اضطريت أني أطلع. جيت على اسكندرية يوم 8/11 يعني 2012. أنا أصلاً العيلة تبعي هي أصلاً شاطرة في مجال تصفيف الشعر الرجالي، يعني تمام، واحنا من نتعلم هاي المهنة منذ الصغر يعني. فأول ما جيت على اسكندرية بلشت أني أدور كيف أني مارس المهنة اللي أنا أو الحرفة اللي أنا بملكها. جيت لهون أخذت محل صغير، أوكي، إمكانيات بسيطة جداً، في إصرار، في طموح، في تعب، في تخطيط. لما بلشت بقى أشتغل على نفسي وإن أنا أطور من مهاراتي، قدرت اليوم الحمد لله بعد 5 سنين تقدر الصالون الصغير ده يتحول لسلسلة صالونات تحتل يعني بإذن الله رقم واحد على مستوى اسكندرية في مجال تصفيف الشعر. يعني وما بتحب الهجرة إلى أوروبا؟ أنا ضد الهجرة تماماً إلى أوروبا، يعني لأنه بالنسبة إلي مصر هي البيئة المناسبة لنا احنا كسوريين مثلا بسبب تقارب المجتمع المصري للمجتمع السوري. يعني لو هنرجع بالتاريخ لورا شوي بنقدر نقرا انه كان في وحدة ما بين مصر وسوريا مثل ما الاساتذه ذكروا، يعني تمام. فانا بحس انه في تقارب بالعادات، تقارب بالتقاليد. مجتمع اليوم انت بمصر ما حتحس انك بغربة مثل لو انت ببلد اوروبية، او حتى معلش يعني ممكن اقول لك كمان في بلدان عربيه اليوم بيسموا السوري لاجئ تماما، وفي مناطق بدول عربيه اليوم بتقول لك يمنع بعد الساعه كذا دخول السوري. تمام، لا احنا اليوم مصر استقبلتنا بعباره السوري يعامل معامله المصري. انا وين ممكن لاقي عباره مثل هاي في العالم كله؟ تمام، فانا هذا الشيء اللي مخليني استقر اليوم بمصر، واقول لك انه مصر هي البلد الانسب انا من وجهه نظري للسوريين. بس بالبدايه ما كان كيف كان رد فعل من جانب المصريين تجاه اللاجئين من سوريا؟ هلا حكون معك صريح، انا مصطلح لاجئ اصلا انا بحس يعني انه انا ضده، لانه انا ما حسيته بمصر. يعني انا كسوري انا ما حسيت هذا الموضوع. انا من اول ما اجيت لقيت ان في تربه خصبه في المجتمع المصري جاهزه لاستقبال السوريين. يعني حتى كنا بنلاقي الابتسامه على وشوش المصريين اول ما يجوا ويعرفوا انك انت سوري. لما مثلا يعني اليوم نعرف باسكندريه في اكثر من نشاط سوري مفتوح وعليه اقبال شديد،
وفي عماله مصريه انا النهارده عندي عماله مصريه يعني انا اليوم عندي عماله مصريه وعندي عماله سوريه. انا ما بقدر افرق انه هاد سوري او هاد مصري. وبالتالي انا بالنسبه مثلا للحكومه المصريه انا بتعامل باوراق شغلي مثلي مثل المصري تماما. اوكي سواء على مبدا الضرائب او الورق او القوانين او القرارات انا كسوري بتعامل معامله المصري. طيب تعالي اليوم اللي في اوروبا في المانيا انا كان عندي اصدقاء اعرفهم سوريين طلعوا على المانيا وهن موجودين بمصر كانوا متحمسين جدا احنا رايحين المانيا دوله متطوره التعليم الصحه الرقي البناء اي يعني كانوا متحمسين جدا متحمسين جدا. لما راحوا بعد سنه اليوم لما بحكي معهم بيقول لك انا يا ريت ارجع على مصر لانه بس بكفي بعد الساعه 6 المساء بلاقي حياتي معك بنقعد على قهوه بمصر بنحكي في نحن السوريين بطبيعنا شعب اجتماعي شوي يعني نحن كسوريين شعب اجتماعي فهو ما لقى الحاجات دي مثلا بالمانيا. يعني كونستانتين وضيوفنا عشان بس نستكمل عناصر المناظره خلونا نروح وناخد راي الحضور في المناظره اللي احنا بنناقشها. خلونا في البدايه نتكلم على فكره عنوان الحلقه ترانزيت ولا مقصد نهائي. يعني لو رحت مثلا لبعض الناس الموجودين من الحضور وبدات اسالك انت رايك ايه في وجهه نظر الضيوف المختلفه تجاه هي محطه انتقاليه ولا محطه نهائيه؟ في البداية أحب أشكر خيره قصة كفاح ناجحة لأي شاب سواء مصري أو سوري وأتمنى أن أي شاب يعني يمشي نفس مسيرته وما يجيبش العيب على الظروف أو على العواب. أي شاب مصري أو سوري؟ أي شاب في العالم كله ما يجيبش اللوم على الظروف. أنت اشتغل اتعب هتلاقي وسواء بقى محطة ولا مقصد نهائي دي حاجة ترجع لهم على حسب ما يتأقلموا. أنت لو أنت مكانهم وأسرتك كلها موجودة في ألمانيا هتقول انا هقعد في البلد دي ولا عايز تروح لاسرتك؟ انا لو مستقر هنا في بلد وعامل مشروع وعامل انا اسف بعيد سؤالي مره تانية لو اسرتك كلها زيهم بالظبط موجوده في المانيا وانت موجود هنا بس هتعمل ايه؟ لا انا هفضل موجود هنا. وانت كبنت لو انت اسرتك كلها موجوده في المانيا وانت موجوده مع اخواتك كلهم بنات هنا بس هتبقى عايز تقعدي هنا فعلا ولا عايز تروح لاسرتك؟ ممكن مثلا ابقى عايزه اروح لاسرتي بس في نفس الوقت اشكر مثلا فضل البلد اللي عملته ليا في الفتره اللي انا قعدتها. بس تمام يعني ممكن اكون ما اقدرش اقول وجهه نظري قوي بشكل او باخر كونستانتين في ده لان هي اختلاف وجهات نظر. انا شايف ان في الاخر خالص في دوافع هنا للارتباط بالاسره في دوافع عند خيره للارتباط بالشغل اكتر زي ما قلنا فكره التحول المقصد عامل ازاي. بس خلونا ناخد اراء ناس تانية بنبدا نتكلم عن نفس الموضوع. انت بتشوف ان مصر تحولت بشكل كبير لبلد بتستقبل كتير جدا من المهاجرين كتير جدا من اللاجئين؟ هي مصر بتستقبل ناس كتير واللي بيجي هنا عارف ان هو بيتعامل غير بره. يعني بره هم بيحطوهم على حدود في اماكن لجأة في خيم كده هنا هو عارف ان هو بيبقى ليه كرامه ليه تعامل معين في مصر وبتاع. انا على عيني وعلى راسي ان انت اهلك بره وكل حاجه بس انت بتيجي هنا ماشي لا البلد بتقدم برده بتتعامل بطريقه معينه. هو خيره مثلا لو ما كانش شاف كده ما كانش فتح هنا وتعامل مع الناس وشاف الطبع والتقاليد والعادات اللي موجودة هنا غير برا. فأنا ما تحسنيش ان انت هتبقى هنا هتطلع برا هتلاقي جنة. لا كل مكان فيه سلبيات وفيه إيجابيات. آخر سؤال هسأله لك عايز تحطي نفسك مكان غروب وروبا وفاطمة وتحطي نفسك مكان خيره لو انت مكان دول هتعملوا ايه وانت مكان ده هتعمل ايه؟ لو انا مبدئيا لو انا مكان خيره مثلا انا بفكر الدافع بتاعي ان انا عايز اوجد فرصة عمل ليا فهو ده كان هدفه فهدفه حققه هنا فخلاص هو حط خطته وماشي عليها. انما هم هدفهم بيدوروا على الاستقرار والامان وطبعا احنا في الوطن العربي بيبقى صعب قوي. لو انت مكانهم هتعملي ايه؟ هتعيشي في مصر وتشوفي مشاريع ولا تروحي لاهلك على طول؟ هروح لاهلي انا بدور عليهم اصلا انا بدور على الاستقرار ومش هحسه غير معاهم. كونستانتين من هنا ممكن احول النقاش ليك ونبدا نقول ان فعلا فكره ان اي بلد بتحول لفكره ان هي ترانزيت او مقصد نهائي هي مرحله او حاجه نسبيه تماما وفقا لكل شخص وظروفه واحتياجاته. محمد شو بتقول الناس اللي بدو بيروحوا بلد غير خارج المنطقه الشرق الاوسط؟ هلا اول شيء بالنسبه للناس اللي بتطلع خارج الشرق الاوسط عموما يعني ممكن ناس عندهم فكر مختلف بس انا بحب اقول لك انه كل التجارب اللي انا عشتها مع اشخاص كانوا اصدقاء لي بمصر وطلعوا على بلد تاني يعني مثلا ممكن نقول طلعوا على السويد او على هولندا لما اليوم بتحكي معهم بتكتشف انه هم مش بيعيشوا حياتهم يعني وضع البلد او طقوس البلد عموما هي اللي حاكمه
اليوم مثلا لازم يصحى مثلا في وقت يعني مبكر صباحا، ساعات العمل الدولة هي اللي محددتها. أوكي، مجرد ما أنت انتهيت من عملك بهولندا أو بالسويد قدامك اختيارين، إما الحانات الليلية أو أن أنت تذهب للبيت وتنام مبكر يعني. فأكيد هاي مش حياة بيقدر يعيشها أي شاب عربي يعني. أنا بالنسبة إلي أنا على الصعيد الشخصي دي حياة، لا أنا الحرب بالنسبة لي أهون بكتير من 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 التقيد هاد يعني. أنا اليوم على مصر أو بمصر عايش بأريحية تامة، بدخل أي مكان بتعامل معاملة المصري تماما بأبسط إجراء. أنا اليوم أمتلك سيارة أقدر أقودها بسلاسة جدا، بتكلم عربي زي المصريين، فتحت شغل مثلي مثل أي شاب مصري طموح عنده مبدأ إنه هو بده يشتغل. الحكومة المصرية اليوم قدرت تأمن للسوريين تسهيلات بالورق، أما بينما أنت في أي دولة تانية هتتعامل معاملة الأجنبي وهتدفع ضرائبك بالعملة الصعبة، بينما بمصر أنت بتدفع كسوري الضرائب بتاعت شغلك بالعملة المحلية. فأكتر من هيك تسهيلات مصر شو ممكن تقدر تأمن لنا؟ فهمت علي؟ فأنا كشاب عم بقدر إلك الأمور اللي واجهتني. لا أنا اليوم ضد فكرة أني كشاب سوري روح على أي بلد أوروبية. كان جانبين اليوم في هذه الحلقة من برنامج صح عظم، فقد وصلنا إلى نهاية هذا الحلقة اليوم. شكرا لضيوفنا الكرام وإلى اللقاء قريبا مشاهدينا الكرام. شكرا. شكرا.